كان العرب سادة العالم قديما وبرعوا في علوم وآداب مختلفة أسهمت في تقدم الحضارة، وقد وصلت هذه الحضارة إلى مناطق العالم المختلفة وبلغوا شأوا عظيما لارتكازها على الفكر الذي اتخذته نواة لها. ساندي، ومن أهم العلوم التي برعوا فيها الطب والهندسة وعلم الفلك والزراعة والأدب وفرض الشعر. وقد كان لحاجتهم إلى الأمطار الأثر البالغ في معرفة أوقات هطلها والرياح التي تسوقها، وكانت هذه هي البداية الحقيقية لعلم الجغرافيا وكذلك العلوم الأخرى المختلفة. يا لها من حضارة تستحق الإعجاب. هيا حان وقت الانصراف. مشاغبون. مشروع الأزهار. لنلحق بها، سنحقق بذلك خبطة صحفية. سأصورها. هيا أسرعوا. غريب، أين ذهبت؟ إنها خلف ذلك البناء. إنها هناك. لقد علقت على السطح. لن نتمكن من الوصول إليها. لا، هل ركضنا كل هذه المسافة من أجل لا شيء؟ هل لديك اقتراح آخر يمكنه أن يفيدنا؟ فات الأوان. أين ذهبت؟ لا أدري، إنني لا أراها. أنتم عما تبحثون؟ إننا نبحث عن النفاخة. أها، هكذا إذن، إنها هناك. ما سر تلك النفاخة؟ لن نعرفه ما لم نحضرها إلى هنا. حسنا، أذهب أنا وأحضرها. لا يا غيمة، لن تذهب. نخشى عليك أن تسقط. أنت صغير وصعودك قد يعرضك للخطر. كلامهم صحيح. لا تفعل يا غيمة، سأكون بخير. توقف يا غيمة، عد إلى هنا أرجوك. يا إلهي، انتظروا قليلا. يا إلهي سيسقط. تمسك جيدا يا غيمة. انتبه. سأحضر النفاخة وأعود إليكم بسرعة. حسنا. غيمة. مرحبا ساندي، تفضلي. أيها المتهور، كدت تؤذي نفسك. لا تكرر مثل هذا الفعل مرة ثانية، مفهوم؟ أرجو المعذرة. لنرى الآن ما الذي في داخل الصندوق. حلوة. شكرا، دمية جميلة.
فيه بذور. كونوا أكبر عقولا من هذا، كفى هراء، فهذا هو القرن 21، فربما تسبب لنا بمشكلة لو فتحناه. لا أؤيد تحليلك هذا يا نغم، ربما كانت في داخله دعوة موجهة إلينا لحضور أحد المهرجانات الرياضية. طيب، قد تجدون في داخله دعوة لحضور حفل. افتح الصندوق حتى نرى ما فيه. أجل، هذا أفضل. رسالة. مرحبا، إنني أبلغك التحية والتهنئة لوصول هذا الصندوق إليك، لأن هذه البذور التي في داخله ستصير أزهارا مميزة جدا. ترى ما نوع الأزهار؟ سأتولى زراعتها وسأرعاها. خذها، أنت الوحيد الذي لديه حقل وتعمل بالزراعة. ألا يرغب أحدكم فيها؟ لا نريدها. إذا كانت هذه الأزهار هدية من أحد الكواكب فستواجه مشكلة كبيرة يا حبيبي. أنا مدعوة النهار بأجل ورد، أنا سأساعدك على زراعتها. شكرا لك. لقد انتهينا. تقول الرسالة إن علينا أن نرويها بالماء في كل ساعة. كل ساعة؟ هذا صعب. سأحاول على أي حال، فأنا متشوق إلى معرفة نوع الأزهار. وأنا سأساعدك. لا يا غيمة، عليك أن تذهب إلى البيت، فأنت مريض جدا. ياسمين. حاضرة. ورد. ورد، أين ذهب ورد؟ هل يعلم أحدكم أين ورد؟ أو لماذا هو غائب عن الدرس اليوم؟ أنا أعلم، لقد ذهب إلى الحمام. لا بأس، اجلسي. فلة. حاضرة. نغم. حاضر. لوز. حاضر. ما النتيجة يا ترى؟ تتعرض البلاد اليوم لمنخفض جوي سيؤدي إلى هطل الأمطار، لذلك ننصحكم باصطحاب مظلاتكم. بدأت تنبت، إنها سريعة جدا. ستكون الرياح قوية جدا وشديدة السرعة، تتحول إلى عاصفة بسبب هذا المنخفض الجوي. سوف أحميها. انقضت العاصفة المطرية وعاد الجو مشرقا. أرجو لكم قضاء يوم ممتع. إنه مهتم بها كثيرا، أنا أيضا ينتابني الفضول بشأنها. جهد من بعث بها. حسناً، سأنقلها إلى غرفة الصف. لا، لحظة، انتظري، لا تقصيها يا فلة. سنزرع غيرها في غرفة الصف. رائعة. ترى هل رائحتها رائعة مثل شكلها؟ هيا يا ساندي، إنها خطة صحفية، اكتبي عن هذه الأزهار حتى يتمكن الجميع من زراعتها. أجل، سيحدث هذا الموضوع فرقعة صحفية، وستزرع هذه الأزهار في كل مكان من المدينة، وسيتحدث الجميع عن مشروعنا. اتفقنا.
اتفقنا، فهي فكرة رائعة. لطالما حلمت بأن أشارك في مشروع كهذا. وسنوزع أيضا هذه النشرات معها حتى يتبين الناس طريقة زراعتها. هيا هيا هيا، تفضلي هذه البذور يا سيدتي. أشكرك كثيرا. تفضل هذه البذور. أسهم معنا في تجميل مدينتنا. ازرعوها لتصبح مدينتنا أجمل. خذوا هذه البذور فهي مجانية. أرى أن من الأفضل أن نتوقف عن توزيع هذه البذور. يساورني شك في أن سكان أحد الكواكب قد أرسلوها، ونحن بعملنا هذا قد نضر بمدينتنا. قد تكون خطة من سكان الفضاء لغزونا يا رجل. لا تكن خياليا، انظر، هناك أجزاء من الرسالة لا أستطيع قراءتها. لقد تلطخت بالطين ولم تعد واضحة. هل تستطيع قراءتها؟ حسنا، سأحاول قراءتها، ولكنني أصارحك بأنني غير مطمئن إليها. يا أخي، انسى أمر سكان الكواكب. إنها البذور الطائرة إذن يا عزيزتي. أليست هذه البذور غريبة؟ وستكون أزهارها أغرب ومميزة. نعم. اسمعيني يا أمي، يجب أن تعلمي أنها تحتاج إلى الماء كل ساعة. ما رأيكما؟ هل أنتما مستعدان للقيام بذلك؟ انبتي سريعا أيتها الأزهار الطائرة. أنا متشوقة إلى رؤية شكل الأزهار. العناية بها ممتعة ومسلية. أجل. أمي، هل جهزت الغداء؟ أنا جائعة جدا. أنا آسفة، فقد انشغلت بالعناية بالأزهار ونسيت إعداد طعام الغداء. لم أعد أتحمل هذا الوضع. ساندي حبيبتي، شغلي الغسالة من فضلك. أنا مشغولة بالأزهار. العطاس لم يتوقف حتى الآن. هل تتحسس من الأزهار؟ لا أظن ذلك، فأنا أحب الأزهار كثيرا. يجب أن تجد حلا لهذا العطاس. لا شيء. لماذا ليس لديك خبز؟ مرحبا ساندي، أنا مشغول جداً بالعناية بهذه الأزهار كما ترين. لم أتمكن من تحضير الخبز هذا اليوم. إنني متلهف إلى رؤية نوع الأزهار، وليس لدي وقت لتحضير الخبز. أليس لديك كعك؟ ليس لديك خضروات؟ ليس لديكم حلوى؟ حتى الأزهار فقدت؟ حتى المطاعم لم يعد أصحابها مهتمين بالطبخ. لقد انهمك الجميع بالعناية بتلك البذور، لذلك توقف الجميع عن العمل. وكذلك الحال في محل والدي، حتى أمي لم تعد تطبخ لنا الطعام أبدا. وأمي أيضا. صحيح، ولكنهم سعداء بتلك البذور. وماذا سنفعل في رأيكم؟ ليس لدي فكرة، ولكننا نحن سبب ذلك وعلينا أن نجد الحل. لقد تذكرت، حان موعد سقاية بذوري. وأنا علي الذهاب. أنا أيضا. انتظريني. وأنا أيضا. لماذا لم تذهب معهم؟ ألن تسقي بذورك يا نغم؟ لقد تذكرت، إنها معي. ستغطي هذه الأزهار كل أرجاء المدينة قريبا. تفتحت! لقد تفتحت!
تفتحت زهرتي. ساندي نجحنا يا ساندي، المدينة ممتلئة بالزهور. لقد نبتت أزهاري، تفتحت أيضا وزهرتي كذلك. منظرها رائع. نجحت. شكرا، هذا بفضلكم. يجب أن تحتفل أسرة صحيفة الوردة البيضاء بهذا النجاح الكبير. مرحبا. محل والدي للحلوى والعصير، يهنئكم ويقدم إليكم هذا العصير. إنه مكافأة لكم على ما فعلتم. هاتي واحدة. وأنا أيضا. وأنا يا فوليا. أريد شراب التوت. شكرا، أنا أفضل المياه المعدنية. أشكركم وأهنئ الجميع. قل لي يا نغم، هل قرأت ما جاء في نشرة استخدام هذه البذور؟ أجل قرأتها جيدا، ولكن ما جاء فيها ليس مهما. وماذا جاء فيها؟ ورد في النشرة تحذير من استخدام غير الماء لري البذور. هذا كل شيء. هذا طبيعي، فمن الذي سيقدم على ريها بالحليب مثلا؟ معك حق، سأجرب شيئا آخر، سأحاول سقايتها بالعصير. سقيتها العصير، سنرى الآن ماذا سيحدث لها. في رأيك ماذا سيحدث؟ ستحمل توتا. وماذا سيحدث بعد أن تحمل التوت؟ تقول النشرة إن التوت سيبدأ بالتحرك. ماذا يحدث؟ لا تخافي يا ساندي، يبدو من شكلها أنها لطيفة جدا. وما اسمها يا نغا؟ بصراحة يا نورة لا أدري، فهذه هي أول مرة أراها فيها، ولذلك لا أعلم اسمها، ولكن لا يبدو عليها أنها متوحشة. إذن لا أحد يعلم عنها شيئا. نعم هذا صحيح، إنها لا تهاجم الناس، أليس كذلك؟ لا أظن أنها مخلوقات عنيفة. انظروا إليها، إنها لطيفة حقا. أجل، فهي لطيفة جدا. ربما تنبت هذه المخلوقات بحسب لون العصير. هذا شيء مسلّك. إنها تنبت بسرعة كبيرة. أظن أن الجميع سيحبونها. وأنا سأجرب أيضا. رائع، إنها رائعة حقا. ما ألطفها. أموت من الرعب. لا أصدق ذلك. البذور، إنها مخلوقات جذابة. دعونا نزرع مزيدا، هل ستساعدونني على ذلك؟ لا، سنتخلص منها. مع السلامة، أنا على ثقة بأنك ستجدين المكان الملائم. وداعا. أحببتها كثيرا. يا لها من مخلوقات غير عادية.
فهي بلا شك من كوكب آخر. لا أصدق. حسناً، لا أحد يعلم حقيقتها. اسألوا غيمة فهو الذي جلبها. أتقصدينني؟ والآن يا غيمة عليك أن تخرج لتعطس لأجل سكان المدينة. تابعوا في الحلقة القادمة خبطة فلة الصحفية. ستزعم فلة أنها قد التقطت صورة نادرة، ولكنكم تعلمون بأن صورها غير صالحة، ولكن يبدو أن المصادفة قد أوقعتها في مشكلة. فمن هؤلاء يا ترى؟ ولماذا يلاحقونها هكذا؟ ما الأمر؟ وما حقيقة الصورة التي التقطتها؟ تابعونا حتى تعرفوا الحقيقة في الحلقة القادمة.